ساتر يا ربي. مياو. هل 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 شو اسمي؟ انا محتار بدي اسميه اسم. بلا وقف، خلنا افكر لي لحظه. عفوا سالفة الاسم، لان هذا طير كبير وراح يبقى عندنا عمر، فلازم نختار له اسم بعناية، لانه راح يصير يعني يطول فترة طويلة عندنا هنا. المهم شنو المهم؟ سلام عليكم، حي الله المتابعين. طبعا انا ما مسوي مقدمة ترى، بس شيني قلت انا اصغر لكم النعامة وهي تلعب وتركض. فيديو اليوم قم لا اله الا الله، ساي المقدمات التعبانة. يلا والله هسا شلون هاي يطلعوا المشاهدين. خل لعبها بالله، خل لعبها. هل 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 طبعا فحل هذا يا ولد، فحل طلع. شوفنا الخبراء ومربين مال نعام قالوا هذا فحل، بس يا عش الفايده بقى بوحده. ان شاء الله ان شاء الله اخوان نحصل له، ان شاء الله احصل له يعني فد، حتى لو نثيه واحده الا كلش كافي ان شاء الله. ها يلا يلا يلا. طبعا هاي رقبته، يصير هذا رقبته منا اللي هنا كله رصاصي. ولا 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 يلعب يلعب يلعب. هل 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 ها يلا يلا. ويقول لك النعام ما هي ون صدق كبير ويريد مساحه، بس يا اخي الله هل 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 يا يمشي الصفح. تعب 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 تعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. جابرك على المرغير الامر منه. ولا 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 الله هل 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 ولا ولا اي اي هي هي اوي. تعبت تعبت، ماتت ماتت. ولك شاف ليش دي. لوك 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 لوك. هلا 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 هلا. هاي مو الجو بارد اخوان، الجو بارد فيلعب. شو قاعد يطلع؟ يمكن يطلع صوت. ايش مالها؟ مساكم الله بالخير. اجيت الصبح وتفاجأت بشغله. قبل لا اقول لكم شنو هي الشغله، صار موعد اكلهم، اعطيتهم الصبح، بس هسه وش اعطيكم بعد انا؟ لان هسه انا خضراوات ما عندي اليوم، فراح انطيكم بس بلت. خوش اريد اشوفكم شغله. تعال تعال، هو يعرفني انا دائما اسولف وياه، كثر شويه منه. هذا بيه جدري، شوفوا الجدري، شوفوا. طبعا ملاحظه، اي بقه ما تدخل لهذا المكان، واصلا بق ماكو يعني انتهى. هسه الجو حار فالبق ما يقاوم بي، يعني اكثر شيء راح تلقونه مثلا بالشاط بالانهر، هناك موجود البق. فهسه البق ماكو. هذا يعني غالبا ما يصير. شلون اقول لكم؟ شلون مثلا الحساسيه او من المكان تصير عنده، او مثلا هذا ينقر بي. فبالنسبه للي يسالون فرات التشني تستخدم للجدري، كل شيء ما استخدم. شوفوهن باعوا، شوفوا. ها هسه هذا بدات تيبس بحتها وتطيح. الله اجيت الصبح. طبعا انا امس خليت لهم هامينات، شوفوها اللي جبناه على اساس جبناه للنعامه، بس بعدها ماتت ما استفادينا منه شيء. هو نفسه يشتغل للدجاج، فخليت لهم يعني كل اسبوع مره، هو كله يعني فيتامينات وهاي السوالف بالماي، فخليت لهم وشربوا. فانا شلت هاي البلوكه كانت هنا. لما شلت البلوكه واشوف لكم، قاعد تشوفون لو ما تشوفون؟ ها قاعد تشوفون؟ شوفوا شوف شو البيض. ها هاي قدام عينكم خوب، ياه التبيض. ايش قصه الا بس ايش قصه الا يعني صار له 6 ايام، ما دام 6 بيضات بس. هنا كان مال الفروجه لان بيض ناعم. ها هاي ثلاثه وهذول ثلاثه، بس بارد يعني بارد، لان هنا هاي شو اسمه بوري مال المجاري، فالبوري مال المجاري بيه ماي، وهاي هنا الطق وما يلوحه شمس. فيعني خاف واحد يقول فرات هسه يجوز هذا خرب. لا ما يخرب، لا ما عليه شيء. شنو عندنا هنا؟ بيضه مال لهمانه. ايش عجب؟ وين سلتنا؟ هاي السله مخصصه لنقل البيض، سوالف الحجيه يعني تعرفون انتم. ها ها
هذا بعد واضح عندكم هسه، هذا مال فروج. اكو بيض، اكو بيض، هذا كله كارك، هاي كاركه، هاي كاركه، هاي كاركه، هنا انا اربعه ما ادري خمسه. فالسالفه يعني شلون اقول لكم، مثلا لحد ما يبدي موعد التكريك لا احتمال يصير عندنا فد 15 16 دجاجه وكلنا كركهن. جواش بيضاء اي فاش حكي زين. بعد عندنا هنا وحده تبيض، ام شفتها الصبح انا نايم هنا، اي مبيضه هاي ها، اي ها عدل زين. عندك البطريق، البطريق هالايام الشمرها وين ما كان تجي وتذبها باي مكان، بس تحصرها البيضه قبل طلعتها. هاي هي، هو هذا مجموع لا هاي بيضه، هاي بيضه، هم عرب، هم عرب الهمانات طبعا قاطعات والله. يعني هسه احنا جايبينهن بس اكل حاليا، بس يلا نستفاد معتهن عادي، نوكلهن نوكلهن هسه ونستفاد معتهن بعدين. هاي حطيت بيها الصوند لان ما بيها ماي. يا ولد بالنسبة للي يريد بيض مال عرب، هواي ولد موصيني وهواي ولد حاجزين، بس انا يعني شلون مثلا قلكم سويت جدول حتى يعني شكو واحد يريد ياخذ، عرفت شلون؟ مو هسه واحد يقول فرات او كان ليمتى يلوح للسرة، لا لا ما لكم علاقة، كلكم يلوحكم السرة. فللي يريد يا ولد انا حاليا توصيل ما عندي، يعني جاي احاول اشوف لي فد شخص او شركة مال توصيل، بلكي نشوف اتوصل محافظات او غير شيء. بالنسبة لسعر الطبقة جاي ابيعها ب 15,000، واخوان ابيع البيض مالي بدون ضمان. ها في يجي واحد يقول فرات البيض مثلا عندي وما فقس ما ادري شني، انا ابيعه بدون ضمان. ليش يا فرات تبيعه بدون ضمان؟ يا اخوان اول شيء اذا راح ينتقل من مكان لمكان احتمال بالسياره يتخضخض ويخرب وتقول فرات البيض ما ملقح، احتمال انت تجيبه وتحطه بمكان حار والبيض ينسلك سلق من الحار وما فقس وتقول يا فرات البيض ما ملقح، يا فرات حطيته وما ادري شنو ما طلع وقلت يا فرات مده الخزن طويله. فيا اخوان ابيعه ما يعني ابيع بدون ضمان، الضمان انتم بعد تعرفون الطيور، يعني انا متاكد للي يعرف طيور ويعرف فرات ما يسال على سالفه الضمان نهائيا. هاي الكتاكيت كم مين طلعتها انا؟ هاي كل الكتاكيت مين طلعت؟ هذا مين طلعت؟ هذا مين؟ هذا الدجاج كله مين طلع؟ كله من نفس البيض، وحاليا ثلاث ديوشه موجوده، هذا واحد وهذا، ودائما انتم كل ما افتح فيديو تشوفون يسوون لمسات يد، وذاك واحد، والسالفه قابله للزياده هنا. يعني هو اهم نقطه انا اريد اركز عليها اللي هي سالفه التلقيح، حتى انتم ما تواجهوا المشكله من تاخذون البيض. وطبعا كله دجاج عرب ما عندنا مضرب، احنا تعرفون التمها شوفوا كله عرب نقي، هي السلاله مالتنا نفسها احنا بدينا نخربط بيها، يعني نضربها اللي هو ابو رقيبه على دجاج العرب، واثنيناتهم قلنا عرب، بس شني احنا نريد ابو اللحيه طلعنا من عتن منا ومن انا ابو لحيه. الحمد لله والشكر على كل حال، راح تجيب انا اكل. لا اله الا الله، والله قلبي يظل ملشومه انا ما اخ يا قلبي يا اخ اخ. ست صفحة البيض اللي انكسر ونبدي من جديد، لان احنا حتى لو يصير عندنا شغلة سلبية نعوفها ونبدي من جديد. سالفة الفيل، شوفوا شنو قلت، ومن الساعة انا قاعد اتخطط، قلت يا فرات انت هسه هاي الكتاكيت راح تكبر عندك، واذا راح تطلعها مباشرة هنا ما راح تفتهم شيء من حياتها، ذول يكتلون والنعام يجوز السحكم وتمردهم، فانت شو تسوي؟ قلت انا اجيب ثيل فد قطعتين ثلاثة حطهن هنا، هو بسرعة يطق هذا الثيل، فهاي تصير خلينا نسميها صارت حزام اخضر. حزام اخضر شلك بيها هاي فرات؟ هاي اشجار مو ثيل، صارت خضرة، صارت خضراء الكتاكيت تنذب هنا. ايش نسوي؟ امشونا نروح للمشتل ونعامل ونشوف بيش الثيل ونجيب. وكان يجي الثيل. والله ثقيل يا جماعه، تعب الدراجه الصدق تعبها. المهم جبت الثيل، جبت خمس قطع. انا اشوفكم شلون، اشوفكم طول الوحده. المهم ثيل شباب، ثيل حشيش، يعني حشيش، شايفين الحشيش؟ اي هو هذا الثيل، هذا بالملاعب، وهاي هاي شايفينه، وهذا حشيش ثيل. فالمهم القطعه الوحده يا اخوان سعرها 2000 وربع، عرفتوا شلون؟ فنص متر الوحده، انا اشوفكم اياها اللحظه. هاي مو هسه، مو هسه لما نحطها في القاع ويصير عاليه،
جهه واضح عندكم، بس شويه مرخصتين مرخصتين تحت طريق تحت طريق. والله تقريبا فوق ال هاي شوفوها كبيره 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 من صدق، يعني انا ما كنت اتوقع هيك حجمها كبير. ها فتشي راقي اخوان الثيل، فتشي راقي الصدق، فتشي راقي يعني. طبعا والله العظيم يا ولد هسه خب خمس قطع هذن، بس هسه انا من شفتهن ماكو نفسيتي انفتحت، والله العظيم نفسيتي انفتحت. تخيلوا هاي القاع كلها هيش، هل تفكرون فيما افكر؟ بس مو هسه، بس مو هسه، لا اي هسه يعني، مو قصدي مو هسه 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 راح يصير الدنيا مغرب. بس اول شيء لازم نجيب تراب يا عمي. اوقف اوقف اقعد اقعد بس اقعد. شوف تخيل تخيل هاي كلها من ناخذ، لا اله الا الله، والله يا جماعه حلوه، يا جماعه حلوه. هسه بود لي اقعد انا هنا بنصه. عوفه هسه هذا عوفه، راح احط قطعه هنا، أنا قطعه هنا اخليها، وقطعتين هناك، ويبقى عندنا قطعتين نخليهن للسمانات. وهذا المكان بس ارتبه. شوف شوف بس بوع بوع، الله اكبر يا الله. اخ يا جماعه يا جماعه، يمكن هنا على مود لا يبحثون هيك ويخربونه. فيلا لقد باع المنظور، الله يا خانو قمه السعاده. تخيل انه هاي القاع كلها خضره، وانت هنا نايم على الحشيش، والطيور تفتر داير ما دايرك. والله المفروض ما راح صافقي. والله ضقيلات يا ولد، بس لا لا انا كان زين، بس انا من نقعت شربون ماي. اي ضقيل شاب، مو بي طبقه مال طين هيجي، اي هيش بي طبقه مال طين. المهم يا ولد يا ولد انا هسه ماكو هيجي يعني، تحمست تحمست الهاي. بس يا ولد هاي الراد لها شغل يا ابو شغل. اي مو احنا هاي ما تتذكرون بالشتة دفنها؟ ابوي ايش قد دفنت انا ابوي، هسه من اتذكر انا من اتذكر اقول هذا شيء شيء. العمل في الاماكن الضيقه يحتاج ادوات ضيقه، لذلك نستخدم هذا الكرك السمول. قبل ما نبلش ننقل السمانات، تعال نعتذر اليوم شويه للازعاج، بس شيء الوضعيه تتطلب. يابا شوفوا شنو قلت انا من البدايه، قلت يا فرات احفر طلع السبويس، كان اكو رمل جوا، قلت احفر طلع السبويس وخلي الرمل ذف فوق تراب يصير عادي. هو هذا الثيل وين ما كان يمشي، قلت لكم هذا حشيش يعني، مو مثل ما قال احد المتابعين لو الزرع على تبليط ايش اسمه يعيش. المهم فلما لقيت القاع مالتنا القديمه، هاي شوفها هاي القاع، بس حفرت هواي ترى مو حسبالكم نقرا هسه صارت. فانا قلت يا فرات تروح تجيب تراب وترد، وانت توك مطلع سبوي، عوف هاي السالفه تعبانه. فراح اقلعه كله هذا التراب مالنا، شوفوا هاي القاع مالتنا القديمه نفس القاع، حتى هذا كله يصير مساوي وكله يصير قطعه واحده خضراء. فالحد هنا وصلت، صار الدنيا مغرب، وبدا يقرا قران، ورجعت واشتغلت وكملت وهذا نزلته ورجعت لكم. قلت انا بعد عليمين خو اروح اقول لهم يا با رديت ومدري شنو اكمل. شوفوا شلت السبويس والرمل والكسر اللي كان موجود هنا وحرثت القاع. شوفوها انا قال لكم هاي القاع كان حقل مال خضيريه، هنا حقل بي تقريبا فوق ال 20 هيك 30 خضير بهذا المكان، كان اخوي هنا يربي،
بسولف لكم هاي السالفه ما اريد نعيدها. المهم فاللي يسأل راح يقول لي فرات شو التربو مالتكم سودة لان مخلفاته كانت هنا. المهم نزلته القفص همينه وحفرت له هذا الباب على مود شني ينسد وهيجي، وهذا منه هسه اسوي على مود خوف باكر القاهن هناك كلن الدجاجات. ولا قلت لكم خليني ادخل هسه هذا وحده من هاي القطع، وخليت قطعتين واجن ترس بالنسبه للعرض لان الليل ترى يعني مبين اللون باهت. من هنا صارت هاي الفتحه ظلت، ومن هنا ظلت هاي الفتحه. نمطيه اخوان اسبوع اسبوعين هاي الصفحه تلقونها كلها خضره، لان يعني هذا يسبح يسبح مو كاتسب حبيده يسبح قلنا يمشي بالقاع. وذيك من هناك الفتحه ظلت صغيره ها شوفوا. فبقت عندي هسه قطعه، هذا انتهينا من عندين نسقيه وما ادري شنو شويه كظ القصبه بالقاع ونرجع بيه السمانات، او يجوز قلت انا اجيب الفرخه ذيك الكبيره مال الدجاج ونذبها هنا. اي هم هاي خوش فكره، قفص كبير وهي عوف هسه هاي السالفه. اخذ قطعه. نعم عزيزي المشاهد، هذا المحار اللي هو اغلى كالسيوم او اغلى شيء يستفيد من عده الدجاج. خلي اقول لك شنو يستفاد من عده الدجاج. لما تروح هسه للبيطري راح تلقى حاط قواني، تلقاه شلون حصو احمر حصو ابيض، وتلقى هذا اللي هو اغلى انواع الكالسيوم احنا نعتبره. شوفوا اللي هو المحار هذا وين نلقاه؟ بالشط. هذا شنو فايدته؟ او الحجر شنو فايدته؟ هسه تقول لي فرات الدجاجه تاكل مثلا خبز، تاكل حمطه، هذا شنو فايدته؟ او الحجر شنو فايدته؟ شوف هاي الطيور، بس ما رخص لك خلينا نحط هاي هنا، بس خلينا نحطها ما رخص لك. هاي الطيور مو هاي الحوصله مالتها، شايفه الحوصله اللي هي المعده مالتها اللي تطحن الاكل، داير ما داير الحوصله مالتها اكو عضلات. فهاي العضلات شنو شغلها؟ تروح هيك وتجي، تروح هيك وتجي، تروح هيك وتجي. شنو الغايه من عندها؟ تروح هيك وتجي يعني حتى شنو؟ تهضم الاكل. شوف تهضم الاكل. ف الدجاج او الطيور، الطيور كلها كلها طيور، شنو تسوي؟ تاكل حصو، حصو ناعم. اكيد تعرفون يعني لابد اهلكم شاقين دجاجه يمكم وفاتحين الحوصله. طبعا احنا العراقيين ما نخل ما نذب شيء بالدجاجه او نخليه يروح خالي بلاش، لازم الحواص عوف هسه هاي السالفه. فلما يشقونها يطلع مثل مرات حصو او رمل او هيك سوالف، هذا مو معناته انه صاخه واكلتها الدجاجه او ما تعرف، لا هذا تستفاد من عنده حتى شني؟ هذا راح يساعد انه يطحن الاكل ويفتته. شفت شلون؟ فاليوم اريد اجرب هذا، انا ولا مره بحياتي مجربه للطيور. بس اخوي اليوم اشترى الحمام ماله اشوفكم اياه، اشترى يعني اشتراه بسعر خيالي. قلت لك تحكي صدق؟ قلت هسه اروح اجيب لك من الشطر، فتعالوا نروح نجيب محار. يلا مشون، اول شيء ناخذ قونيين هسه اسولف لكم، نرجع للسالفه بس خلينا نروح نجيب ونجي. ناخذ هاي القونيه كرك سمول لتر. هذا البذات شوفوه، مو حسبالكم انا عود ما صوره، لا هو ما يطلع وياي، مقضيها سبح بالشط، مقضيها سبح بالشط، وهاي صايله تقريبا بالشهرين، شهرين انا ما شايفه، ما يجي يمي بالمزرعه والله العظيم. وين رايحين؟ رايحين نسوي كارته. لا لا طلع ذهب، ذهب اليوم ننقب عن الذهب، هذا المصفي راح ندور ذهب. احنا وصلنا لهذا المكان اللي يتجمع به المحار، وراح يسألوني يا فرات ليش يتجمع هنا المحار؟ مو يتجمع من تلقاء نفسه لا، بس هنا هذا مكان مال صيد، هذا مكان مال صيد، فالصيادة هنا تطبق بهذا المكان فيلمونه وياهم. شوفوا هذا كله محار. طلع بس محار صار، ما تتخيلون ايش قد موجود هنا محار بهذا المكان، ما تتخيلون، اطنون اطنون يعني متروس ترس متروس. ما
حتى ناعم بعد ما يحتاج ندقدقه. شوفوا مطحون مطحون ناعم كامل. اقل من 15 دقائق. شوف ايش قد هنا موجود. بس يا ولد لازم ينطحن هيك. شوفوا لازم ينطحن يصير هيك ناعم، لان هذا عباره عن سكاكين. يعني شوفوا عباره عن سكين فيأذي الدجاج، فلازم ينطحن هيك حتى يصير كالسيوم صحيح. ها فاحنا يعني اكثريته صار مطحون. افضل من ما نروح نشتري. ايه بخمس دقائق فرسنا قونية كاملة. بعشر. مكان مال كيلو ب 3000 جاي يبيعونه، هاي قونية كاملة مجانا. مجانا؟ طبعا طبعا. مليوت شوفر برات الصياد جاهز القفز سيدي. وهسه رجعت للبيت وجبت المحار. ها هسه شنو نسوي؟ مرحلة النخل الناعم يطيح جوا والخشن يبقى على مود يندق ويصير ناعم. هاي صاير لي يومين طبعا انا نشفت هذا المسبح على مود شلون هاي الخضيرة وهاي وخيسة، فخليت الشمس طقت عقام وصارت كلش توب هسه. وهاي نفس الشيء هم غسلتها وهسه راح اغسلها بعد مرة ثانية. شو ما جاي يذب ماي عدل. اي سويتها. المهم همي انا ضلت يومين يعني ما حاط فيها الصونده والصب، فهسه هم نفس الشيء. هسه عفوها عفوها هاي هسه نرجع لها ونترس المسبح من جديد. ها جبت هذا صاير له والله هم يومين كل شيء السالفه اليوم كله يومين فريد. نعطيهم هذا الرقي بس رقي اليوم، لا خلطت ويا بصل ولا هاي السوالف، فراح اوزع عليهم. وجيتكم هنا يم الطيور، مو حتى اصور لكم الطيور، لا حتى اصور لكم الطيور واشوفكم الكالسيوم اللي يشترونه من البيطريين. نعطيهم اكل هنا شويه. تعالوا تعالوا، صار لكم فتره ما طالعين ومرضى يا اخوان، الجو اذاهم كلش كلش. قاعد نعطيهم علاج، بس العلاج شو يريد يسوي؟ ما يسوي شيء. هو الجو كله حار، وهذا شوفوه هسه الجو هوا، بس شيني اليهوب، احنا نسميه اليهوب، يعني هوا حار، هوا يشوي يشوي، فهذا كله ياثر عليهن. وانا هم ذبيت الجناح وذيل، قلت انا حتى ما اريد يطير لا منا ولا منا. ها يلا اكلنا الف عافيه. تعالوا اشوفكم. هذا الاحمر هذا يسمونه حجر الكلس. شوفوا بس النيه شويه، نيتكم صفوها. هذا يسمونه حجر الكلس. هذا شوفوا هذا البقيه، هذا محار، هذا الابيض وهذا محار. شوفوا هذا كله محار بس شنو يتكسر ناعم. ها شوفوا هذا حجر الكلس اللي هو موجود بالجبال. شوفوا وهذا محار، هذا محار. شوفوا هاي محار صغيرونه، وين راحت هاي؟ شوفوها. فهذا هو الكالسيوم، يعني يا ولد هذا مو غذاء، هذا مو غذاء، وانما هذا يساعد على الهضم. عرفت شلون يساعد المعده، يساعد ان الاكل ينهضم بسرعه، يعني فتشي شلون اقول لكم؟ يعني هو هسه راح يقولوا الفرات شلون منين نحصله؟ يعني مو ضروري اخوان، مو ضروري. هسه انا مستخدمه للدجاج مالي؟ لا، بس انا حبيت اوضح لكم انه هذا هم تقدرون تستخدمونه، ومنين يجيبونه وشلون يجيبونه وشلون ينطونه للطيور، فهذا كله حبيت اشوفكم اياه. وهذول الجماعه
طبعا عندي نيه كلهم راح ابيعهم مثل ما قلت لكم، وبس يبرد شويه الجو راح اجيبن ارافل، ارافل باسود او ارافل باصفر هيك شيء، اجي لي فزوجين ثلاثه نتونس عليهم بس. طيب هسه شيني مرحله التصفيق. انت هسه بويا فرصتك، فرصتك راح اشتغل ومعلمك شوفوا يم. شوف المطلوب هيك هيك، شوفوا هيك نعومه، هذا المطلوب، يعني حتى لو ندق بشاكوش باي شيء بس هذا المطلوب. هيك لا بأس، شوفوا هيك لا بأس. وهذا الخشن اللي طلع اللي هو حاليا محار كامل وهذا الناعم، بالمناسبه المحار يوصل حجم عملاق. هم نشوف انه فد يوم نطلع لكم حلقه على هذا الموضوع اللي هو استخراج اللؤلؤ، هم نطلع لكم المحار الكبار. هو الخشن وهذا هو الناعم، هذا هم وراه دق، المفروض وراه دق وشويه بعد تنعم لانه هذا خشن، يعني لحد الان هو خشن. هذا هنا بين ما يصفى وينغسل، شوفوا طبعا الوان المحار تخبل، بس هذا قديم واصلا ميت هو، يعني هاي شوفوا هسه هاي كامله بس مسدوده، بس بطنها بالاصل بطنها كائن حي، فهذا الكائن حي يموت او ياكل السمك. اكثر شيء يحبه هذا القطان جماعه الصيد، هاي تفيدكم الشغله. اما بالنسبه لي راح يسال على طريقه الطحن، فالطريقه البدائيه طابوقه عالصوت عالصوت، شغلته هذا يشتغل عالصوت، شباب عذب ذبات هذا، روح من يمي توكل على الله، يلا يلا امشي يلا. الفساد الفساد يا جماعه الفساد. هذا الخشن دقيت من عنده، بس شيني تعبت لانه رحنا جبنا ونابو سبحنا فعوفه، لان احنا هسه عدنا عربانه كامله مال ناعم. هذا شوفوه حتى انا بديت اغسله، شوفوا لا باس يعني بي ناعم كلش هواي وبي خشن، طبعا هم بي خشن بس يصفى. هسه انا اريد اجرب هل راح ياكلنا، بس انا راح اضيفه بطريقه ذكيه. تعال شلون هي الشغله، بس مره واحده ياكلن من عنده، لان احنا اصلا ما متعودات، وقلت لكم هذا مو فد شيء ضروري نرجع ونقول حتى لا احد يقول يابا منين احصله وتصير سالفه. نضيفه بهن بطريقه ذكيه، وناخذ لنا صمنا زين، ونرجع له بعد شوي. جيد هسه جيد، طبعا هنا ياكل بس هو المفروض اخواني ينطحن، بس هو يعني يكون واحد عنده كوسره وهذا الجدر شايفين هاي ويسوي يكون طحين كلش، يصير ماكو هيك، بس هذا شويه خشن يعني. هسه احنا عفنا على طحنته مال الشط وهيجي. وصلنا وياكم النهايه حلقتنا مال اليوم بالنسبه للمحار، اكلوا من عنده اي ولد اكلوا، بس اكلوا الناعم اكلوا الناعم، طبعا هذا محار وبلت يعني مو كله محار، عرفت شلون؟ فاكلوا الناعم. بهاي الحاله لازم شو اسوي؟ شايفين اكو شلون اللي تعرفون انتم الهاون، مو الهاون هذا اللي نقصف به، لا شباب الهاون اللي هو مال قبل ابو يده الحديد ندق به، عندنا هو عندنا هذا القديم مال قديم كلش ثورثه الحجيه ورث، بس هذا يعني يطول سالفته. لازم شني شايفين اكو هذول اللي هو كبير اكو، بس هذا وين القاه يا جماعه؟ وكون هش هو دق اسوي له الناعم يا يابا، هذا يا ولد كلش يفيد. اي والله كلش يفيد. المهم عفونا من سالفة المحار، عندي دجاجتين منهد ما انصابن بالتنفسية ظلن على طبيعتهن، يا فرات انطيهن من هاي القطرة مالتنا، القطرة مالتنا اخوان بالمكان ماكو، يطيبن اطلعهن يردن. قلت يا فرات شنو الموضوع شنو الموضوع؟ المهم يا اخوان وشانك تظلكم هاي، قلت انا برا فرات باوع بحالك، ها وينها؟ تعال بس لحظة خلنا اثبت لكم الستاند. اول بداية سمعوا يا سمعون خرخشة، سمعون هيش شلون خرخشة؟ لحظة شغلكم فلاش شوفكم، بس كون يبين عندكم، شوفوا هذا الابيض، شفتوه ذاك هذا اخوان احنا شو نقله بلغم، شفتوه غير هذا الابيض ذاك هذا لقيته متكلس بحلقها، فهذا اخوان متكلس متكدس بحلقها ومؤذيها، يعني دائما هي تعطس
تعطس تعطس تقح ما ادري شنو تنفسها صعب. فهذا مشكله. شوفوا ذاك اليوم انا شفت واحد على تيك توك شو مسوي، جايب شلون قلم رصاص وبنهايته مخلي اسفنجه، بنهايته مخلي اسفنجه يغطها ببطنه يعني يدخلها ببلعومه ويسحبها ويسحب هذا وياه، عرفتوا شلون؟ فانا لا بس اروح للبيطري شباب بعد اروح على ضيم النعامة خلوني ساكت انا ما اريد تذب اللي اروح اذهب للدكتور ذاك مالي. فبالنسبة للشغلات اللي راح اسويها الها اسفنجة وقلم واتحسها جوا حتى لو ادفعه ونظف المجرى مالها، مجرى مال الاكل ومجرى مال التنفس، يلا اصير زينة. وصلنا وياكم نهاية حلقتنا مال اليوم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك ودعناكم حطونا لايك.